يوم اللقاء ديالنا كان جامعه مقر جامعه محمد الخامس بالرباط، وهو لقاء كان لقاء منتخب بالجامعه. هذا اللقاء تنظم جمعيه خريجي جامعه محمد الخامس، وارتئينا ان نحضروا لهذا اللقاء لتبادل الاراء والافكار مع مجموعه من الاساتذه والطلبه المتفوقين بجامعه محمد الخامس، وذلك ما يدل على انفتاح غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه الرباط سلا القنيطره على محيطها، وخصوصا على محيطها العلمي، وخصوصا برياده جامعه محمد الخامس التي نفتخر بتواجدها بجهتنا نظرا لتوفر على اساتذه اكفاء واطر اكفاء في مستوى عالي. نحن نتشرف اليوم باستضافه السيد حسن سخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في إطار استضافة عدد من المنتخبين، وخاصة المنتخبين على الصعيد الترابي على صعيد الغرف كذلك، لأنه كمنتخب يمثل شريحة مجتمعية جد هامة بجهة رباط سلا القنيطرة، ويتطرق في هذا الملتقى لحياته أو لنبذة من حياته، وكذلك يتفاعل مع عدد من الأسئلة التي تهم المجتمع بصفة عامة والتي تهم هذه الشريحة جد هامة في المجتمع. كذلك أنه هي فرصة من أجل معرفة هذه الغرفة ومكوناتها وانتشارها على صعيد جهة رباط سلا القنيطرة، وكذلك ما توليه من أهمية لشراكة بين جامعة محمد الخامس وهذه الغرفة عبر كل المكونات ديالها، وكذلك لتفعيل عدد من الاتفاقيات التي تربط الجامعة بمكونات الإيكوسيستم ديال المنطقة أو ديال جهة رباط سلا القنيطرة فيما يخص التكوين والتكوين المستمر والتكوين الميسر، وكذلك الاهتمام الذي توليه جامعة محمد الخامس للبحوث العلمية التي يمكن أن تساهم بشكل موافر في تكوين العنصر البشري والاهتمام باقتصاد والصناعة في جهة رباط سلا القنيطرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.